أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أهمية توفير البنية التحتية الملائمة والمنشآت الرياضية المتميزة لمختلف الألعاب الرياضية، ترجمة لتوجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، لتسهم في رعاية واحتضان الشباب واستضافة مختلف الأحداث الرياضية. جاء ذلك لدى زيارة سموه صالة مجمع أم الحصم وتفقد صالتي اتحادي كرة السلة وكرة اليد والاطلاع على مرافقهما. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن المنشآت الرياضية تعكس التطور الحضاري والرياضي للدولة لما تشكله من أهمية في احتضان مختلف الأنشطة الرياضية وإقامة المسابقات المحلية والبطولات الخارجية التي تنظمها المملكة، وهو ما يفرض مضاعفة الاهتمام بها والعمل على تطوير المرافق الرياضية وخلق البيئة المناسبة للشباب لممارسة هواياتهم الرياضية. وأشار سموه إلى أهمية تنفيذ كافة متطلبات الصيانة وإقامة مختلف مشاريع التطوير الخاصة بمجمع صالات أم الحصم الذي يحتضن المبنى الإداري وصالتي اتحادي كرة السلة وكرة اليد، خصوصا في ظل ما تحظى به اللعبتان من قاعدة جماهيرية لتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لإقامة المسابقات واستضافة البطولات. مؤكدا سموه على حرص الهيئة العامة للرياضة لإدارة المنشآت الرياضية وتطويرها بالصورة التي تتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة وبما يتلائم مع احتياجات الأندية والاتحادات الرياضية.